حدا قرب على الباب. ايه تمام تمام كله تمام. اجا شدي معاك كانوا بيتخانقوا مع بعض بره. كان جرو ارم دورز اند كروس تشيك. لازم يعني؟ لا الله يخليك. سادتي اهلا وسهلا بكم نيابة عن اجنحة لبنان. قائد الطائرة كابتن مرعي وطاقمها يرحبون بكم على متن طائرتنا المتجهة الى قبرص، ونود ان نعلمكم بان التدخين ممنوع قطعيا على متن هذه الرحلة. شكرا. من مصر. Good day ladies and gentlemen. On behalf من لبنان. Of Lebanon Airlines, Captain Mirai, حسيت انك من مصر. بعرف الاكسن تبعكم كتير حلو. الله بترا زيزو من ساعة ما ركب الطيارة وعينه على البيت حطاه هدف قدامه وده هدفه وانا عارفه. بس وجهك مش غريب علي شايفتك تغني. لا لربط أحسنة المقاعد يجب إدخال الدائرتين ولفت الأحسنة يجب رفع الغطاء إلى الأعلى. يرقص لا إلا شي فوتبول شي هيك عن جد عم تحكي؟ شو عم تعملوا عنا؟ ولا؟ لا الله أكيد يلا أمتين next time بتجوا إيه؟ حلاوة لبنان لما يبقى أهل لبنان هم اللي يفرجوا. ثانك يو. المزه دي تبعنا احنا مش تبعك انت يا زيزو. هش هش هديك الفرخه دي مش ليك. هو بنعمل تيك اوف ناخد الرقم بتاعي. اكيد اكيد بياخد رقم تليفونها. هو المبدا في مشكله ليه؟ ما في مشكله ماشي. ما انت قفلت 3 مرات 4 مرات. قال لك انه بس عم يتاكدوا من اذا ظبط ولا لا. بس واحنا طالعين على السلم كنا شايفين الاثنين بيتخانقوا مع بعض. ما في مشكله. لا مش اكيد ليه؟ لانه اذا ايه لانه انت هون ولا معروف. انا من غير شيء لا تهزوا واقف عشوائي اليوم. ما تخبيش يعني لو حصل اي حاجه احنا موجودين. يا ربي في يا عم احنا لسه ما طرناش. في ايه يا جماعه؟ روق لا نعرف شو فيه. روقه انا المسيو اللي معك مش مريض بصراحه. عم ده احنا عمي يا عم خليك اسمع معايا بقى. ركز معايا. يا عم